السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم علي شكري، أهلا وسهلا بيكم في SQL Server Administration Course. إن شاء الله مكملين مع حضراتكم في الجزء الخاص بالبلاننج، بس المرة دي من خلال وجهة نظر الـ Operating System. طبعا دلوقتي الـ SQL Server بيدعم تقريبا معظم الـ Operating System الموجودة، بالإضافة إن هو بيدعم الـ Windows بكل الـ Versions الخاصة بيه. فلو جينا دلوقتي بالنسبة للسيكول سيرفر 2022 هنلاقي ان هو بيدعم كل الفيرجنز الخاصة بيه الويندوز سيرفر لحد 2016، ودي كل اللي يعتبر النسخ اللي هو بيدعم، تمام. وطبعا بالنسبة للويندوز سيرفر كور بيدعم لحد برضه 2016، تمام. دي بالنسبة للحاجات اللي بيدعمها سيكول سيرفر 2022. طيب في حاجة مهمة جدا لما نيجي ننزل او نسطب او نعمل انستول السيكول سيرفر، لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لازم السيكول سيرفر بتاعنا الافضل والارجح بالنسبة للجزئية بتاعت السكيورتي، يعني ان احنا ما ننزلش او نسطب السيكول سيرفر على دومين كنترولر. طب يعني ايه اصلا دومين، يعني ايه دومين كنترولر؟ يعني ببساطة شديدة كده او باختصار، الدومين ده هو عبارة عن كمية أو عدد من الأجهزة، تمام، ومتربطة ببعض من خلال جهاز في النص، احنا بنسميه دومين كنترولر. يعني كل الأجهزة دي عبارة عن دومين، والجهاز ده دومين كنترولر اللي هو بيتحكم في كل الصلاحيات وفي الربط بين الأجهزة وبعضها، وبيدي صلاحيات للأجهزة، صلاحيات لليوزر، صلاحيات للإيه يوزر جروبس، ده كله بيعمله الدومين كنترولر. وباقي الأجهزة بنسميها دومين ممبرز، تمام. ده اختصار لدومين كنترولر. طب ليه دلوقتي السيكوال سيرفر يفضل ان هو ما يتسطبش على دومين كنترولر؟ اول حاجة وببساطة شديدة، مش هنقدر نستفاد بالايه السيكوال سيرفر سيرفيس الموجودة في السيكوال سيرفر على الدومين كنترولر تحت تحت لوكال سيرفيس اكاونت. طيب النقطة رقم اتنين، لما نيجي نسطب مثلا او عندنا جهاز يعتبر هو الايه دومين ممبر وسطبنا عليه سيكوال سيرفر، بس الدومين ممبر ده عاوزين نخليه هو دومين كنترولر، في الحاله دي انا مش هقدر اعمل الحركه دي الا لما انا اعمل انستول للسيكوال سيرفر بتاع الاول وبعدين اخلي الجهاز ده دومين كنترولر، تمام. والعكس طبعا والعكس صحيح، لو الجهاز دومين كنترولر وعاوز اخليه دومين ممبر بس عليه نسخه سيكوال سيرفر، طبعا مش هقدر اعمل الكلام ده الا لما اشيل او احذف السيكوال سيرفر او نسخه السيكوال سيرفر من على الجهاز ده، تمام. طيب بالنسبه للايه السيكوال سيرفر في الاوفر كلاستر، دي ان شاء الله هنعرفها في السيشنز الجايه، غير مدعومه خالص في الدومين كنترولر. طيب لو جينا مثلا في الدومين كنترولر في انواع، تمام، لو في النوع الخاص بان هو ريد اونلي مثلا، تمام، السيت اب بتاع السيكوال سيرفر اصلا مش هيكمل معايا وهيقف، لان هو مش هيسمح بالسيكوال سيرفر ان هو يعمل انشاء للايه السكيورتي جروب الخاصه بيه. فدي الاسباب، دول هما الايه اللي بتخلينا او ان احنا نعمل ريكومند ان السيكوال سيرفر ما يتسطبش على دومين كنترولر. طيب احنا كده اتكلمنا على الايه على السيرفرز او الويندوز سيرفرز يعني، والسيكول سيرفر يتسطب عليهم ازاي او الحاجات اللي بيدعمها بالنسبه للويندوز سيرفر. طب بالنسبه للويندوز كلاينت زي مثلا ويندوز 10 او ويندوز 11، قال لك عادي خالص ان الويندوز يتسطب على ويندوز 10 وويندوز 11 بس نسخ معينه. النسخ المعينه طبعا انا مش هتكلم على الويب او الاكسبريس، انا بتكلم على النسخه اللي ممكن نشتغل عليها زي مثلا الديفولفر او الستاندر، ممكن نسطب على الايه ويندوز 10 او ويندوز 11، لكن النسخه الانتربرايز هي اساسا مخصصه للايه مخصصه للسيرفرز، مش هينفع تتسطب على ويندوز 10 او ويندوز ويندوز 11. ودي يعتبر من الحاجات اللي بيدعموها النسخه اللي هي ديفولفر او الستاندر اديشن. هنلاقي مثلا بيدعم ويندوز 11 اي او تي انتربرايز، اي او تي دي اختصار انترنت اوف ثينجز، دي او انترنت الاشياء، تمام. وويندوز 11 عادي انتربرايز، والنسخ طبعا كل النسخ الخاصه بالايه ويندوز 11 او الويندوز 10، تمام.
طيب من الحاجات اللي بتتسطب معايا والحاجات المهمة جدا اللي هي ايه دوت نت فريم ورك ديت. طبعا لو مش موجودة على الجهاز فدي مش مشكلة، لأن هي أصلا من الحاجات اللي ايه بري ريكويست اللي بتنزل أساسا مع السيكوال سيرفر. تمام. طيب عرفنا دلوقتي الايه السيستم ريكويرمنتس والبيئة المناسبة للسيكوال سيرفر. طيب لو احنا هنشتغل مثلا دلوقتي هنسطب نسخة السيكوال سيرفر على الايه الويندوز، في شوية اعدادات كده عشان تحسن من البرفورمانس بتاع الايه الجهاز، او تحسن من الايه البرفورمانس بتاع السيرفر بتاع اللي هننزل عليه نسخة السيكوال سيرفر. اول حاجة من الكونفيجريشن اللي هيتعمل مثلا اللي هو الايه باور بلان. في طبعا عندي اكتر من باور بلان موجودة، بختار النسخة اللي هتحسن ليا الايه البرفورمانس بتاعي، والنسخة اللي هتحسن البرفورمانس بتاعي اسمها الايه هاي برفورمانس باور بلان. طيب دي هعملها ازاي او هختارها ازاي؟ دي هنيجي كده لو جينا ايه نشوف على مثال حي، يعني هنيجي في عندي هنا وليكن دي ايه دي فيرتشوال ماشين من ويندوز سيرفر 2019، دي اللي ان شاء الله ايه نكمل عليها الشرح بتاعنا الخاص بالسوبر سيرفر. هنيجي بكل بساطة كده على الايه كنترول بانل، هنختار كنترول بانل عادي خالص، نيجي على الباور اوبشن. تمام. هنلاقي فيه اكتر من ايه من باور بلان، في بلانسيت وفي الايه هاي بيرفورمانس. تمام. فبختار الايه هاي بيرفورمانس. تمام. طيب دي الطريقه الاولانيه عن طريق الايه جي يو اي. طيب انا لو عاوز عن طريق في عن طريق مثلا ايه الباور شيل او الايه سي ام دي، هنيجي كده برضو عادي، هنيجي نختار الباور شيل وران از ادمنستريتور. تمام. عادي خالص، هنيجي نكتب الايه الامر ده باور سي اف جي اللي هو اختصار كونفيجريشن يعني. تمام. داش ليست كده عشان نشوف الليست موجوده عندي على الجهاز. هنلاقي ان الايه الليست الموجوده هنا في بالانس وفي هاي بيرفورمانس وفي باور ايه سيفر. طب انا عاوز اغير من واحده للتانيه مثلا، هعمل ايه باور سي اف جي سافة داش ست اكتف، انا عاوز واحدة من دول يكون اكتف، اختار ايه وهكتب ايه بقى على ست اكتف. هنلاقي نشوف الرمز ده كده، الرمز ده بنسميه جي يو اي دي، جي يو اي دي جلوبال يونيك ايدنتيفاير. ماشي. وده طبعا ايه ممكن نعرفه بعد كده لما نيجي مثلا في الجزء الخاص بالديفلوبمنت، هنعرف يعني ايه جي يو اي جي يو اي دي. فاختار الحاجه اللي انا عاوزها، مثلا لو كان مثلا ده بالانس عاوز اغير البالانس، هختار كده واعمل كوبي وبيست. تمام. وادوس انتر كده، هو اوتوماتيك خلال الايه الباور بلان بتاعتي البالانس. تمام. هعرف ازاي؟ هختار اكتب برضو باور سي اف جي داش ليست، هنلاقي العلامه اللي هي الايه النجمه ديت قصاد ايه بالانس كده، معناه ان الايه الجهاز دلوقتي على بالانس. طيب عاوز اغيرها بقى وارجع ايه باور او هاي بيرفورمانس، برضو هعمل باور. تمام. سي اف جي هعمل بقى ست داش ست اكتف واختار الايه جي يو اي دي اللي هو ده كوبي وبيست كده، اوتوماتيك خلاها على ايه هاي بيرفورمانس. او نتاكد برضو سي اف جي داش ليست هنلاقيه على ايه هاي بيرفورمانس. ده بالنسبه للاعداد الاولاني اللي هو الخاص بالايه الباور بلان. طيب الاعداد التاني بقى او الخاصيه التانيه من الاعدادات هي الايه باك جراوند سيرفيسز. من الافضل ان احنا ندي الاولويه للحاجات اللي هي باك جراوند سيرفيسز عن ايه الفور جراوند ابلكيشن، وده بيتم برضو بايه طريقتين زي الباور بلان. ازاي؟ هنيجي كده برضو الطريقه الاولانيه، هنيجي على الايه على برضو نفس الكلام على الكنترول بانل عادي خالص، وهنيجي نختار حاجه اسمها ايه سيستم.
بعد كده حاجة اسمها Advanced System Settings، وبعد كده هنلاقي ايه في البرفورمانس اهو، هنلاقي ايه ندوس على Settings و Advanced، وهنلاقي ايه على ايه نتأكد ان هي إيه على Background Services، على ايه Background Services. طيب لو عاوز اعملها بقى ديت بالنسبة للجي يو اي، طب لو انا عاوز اعملها عن طريق الايه الباور شيل، هنقفل ده كده خالص ونفتحه من اول وجديد. باور شيل run as administrator وبعدين ايه yes. هنكتب مع بعضنا الايه الكود ده، وهنعرف ازاي الكود ده جه. نكتبه بس الاول وبعدين ايه هنعرف ازاي الكود ده جه. نكتب كده مع بعض set داش على طول item بروبرتي داش باص اتش كي ال ام، ده اتش كي لوكال ماشين، بعدين سيستم current control set داش طيب control بعدين priority control بعدين داش نيم. معلش هو طويل شوية بس هنعرف ايه هنعرف هو جه ازاي. بعدين بريوريتي سيبريشن وبعدين داش تايب دي وورد وبعدين داش فاليو أربعة وعشرين. دي معناها الإيه ال background surfaces أعلى من 24، ده يعتبر الإيه بروجرام أو foreground بروجرام. تمام كده يعتبر إيه تمام. طب جه منين بقى الكلام الجميل دوت؟ ببساطة شديدة هنيجي كده على ايه start و reg، هيفتح معانا الايه registry ايه editor، نفتحه كده ببساطة هيكون معانا ايه بالمنظر ده. هنيجي نبص كده اهو عشان نخليه يبان الكود معانا، هو hklm اللي هو اختصار ايه hk local machine ماشي. بعد كده ايه system، هنفتح كده ونجيب system تمام. بعد كده في ايه current control set، current control set تمام. بعد كده current control set هتلاقي فيها ايه control، control نفتح control كده هنلاقي في حاجة اسمها priority control. نيجي ندور بقى على ايه priority control، فين priority control؟ priority control اهو تمام. هنلاقي تحت ايه في وين 32 بريورتي سيبريشن اللي هو ايه داش نيم وين 32 بريورتي سيبريشن، محدد الطالب بتاعها ايه دي وورد والفاليو 24. 24 فيما اقل ده يعتبر ايه باك جراوند سيرفيسز، بعد كده اللي اعلى من 24 ده يعتبر ايه بروجرام. يبقى كده ده بالنسبه لايه الاعدادات اللي احنا بنعملها للايه الويندوز عشان نحسن من البرفورمانس. عندنا اتنين من الاعدادات المهمه اللي هو الباور بلان والباك جراوند سيرفيسز، ديت من الحاجات اللي احنا بنعمل ايه بنظبطها قبل ما نبدا نسطب السيكوال سيرفر عشان تحسن من الايه البرفورمانس بتاع السيرفر بتاعك تمام. دي بالنسبه للجزئيه بتاع الاوبريتنج سيستم اللي ايه المفروض نعرفها قبل ما ايه ما نسطب الايه
سيكوال سيرفر بتاعنا. تمام، بكده نكون خلصنا السيشن ده. اتمنى ما يكونش فيه اي مشكلة او اي حاجة مش واضحة، وان شاء الله اشوفكم على خير في السيشن الجاي باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.